رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا. اكيد موضوع الساعة اليوم في تونس السياسات، الاحداث تتطور بسرعة. اكيد اول امس كان معنا فاضل بوجناح، فما عدة تطورات في اخبار السياسات. اليوم ايضا باش نعاودوا نرجعوا لفاضل بوجناح من جديد، باش نحكيو ايضا عن نادي صفاقس، عدة المواضيع، عدة التطورات، خاصة البارح بعد ايقاف الحصة التدريبية من قبل فوزي البنزرتي. شنو التطورات وشنو فما جديد؟ الإجابة جينا من عند فاضل بوجناح من صفاقس. فاضل أهلا بك. مرحبا بك إسلام، ومرحبا بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا. قلت إسلام بالفعل أمس تم شوية تطورات كانت خرجت حتى على أعمدة العديد من وسائل الإعلام في صفاقس ولا حتى في تونس. تحدثت معناها التطورات هذه أنه فوزي البنزرتي كان معناها أقصى الحصة التدريبية بعد تقريبا 20 دقيقة من الانطلاق نتاعها بسبب حالة التململ عند الملاعبية، معناها ما كانش فما اونفي نتاع اونترينمون، الموتيفاسيون كانت طايحة عند الملاعبية بسبب التأخر في الحصول على المستحقات نتاعهم. وثم حتى شكون تحدث في وسائل الإعلام على حتى معناها انه المستحقات هذه توصل 9 شهور. دونك كما قلنا توصل هي ولا نعم توصل هي ولا ما سمعتكش سلام، توصل 9 شهور ولا لا؟ المعلومة هذه الحق سلام مع الناس، لكن فما شكون يتحدث انه معناها عدد كبير من الاشهر، لكن الهيئة المديرة حسب ما سمعنا وحسب ما سمعنا من مدة اللي هي تحضر في الفلوس، كانت قامت بقرض معناها باش تسدد جميع المستحقات نتاع الملاعبية سواء الأجر الشهرية او حتى المنح المتخلدة بالذمة نتاع الفريق من الموسم الفارغ. قرض بخمسة مليارات نعم، قرض بخمسة مليارات بالفعل اسلام، هذه معناها متخلده حتى من موسم الفرط المنح. لا قلت لك القرض بخمسة مليارات ظهر لي باش يوصل للسياسات. اي حوالي خمسة مليارات باش يوصلوا لخزينة النادي الرياضي الصفاقسي. وين واقفة الامور نتاعو؟ لانه حسب المصادر نتاعنا المطلعه معناها تقريبا في الساعات القادمه باش يتم صرف المستحقات نتاع اللاعبيه. معناها جرون ماكسيموم حسب ما سمعنا من هنا الغدوة الحي الصباح ان شاء الله الفلوس هذه تكون موجودة، الشيكات تكون موجودة عند جميع الملاعبية بدون استثناء. القرض وين يوصل فاضل؟ وقتاش يكون موجود يوصل الفلوس؟ نورمالمون إذا كان باش تم هي خلاص الملاعبية معناها دخلوا الفلوس إسلام. فهمتك. دونك ثم معناها شوية معناها أمور إدارية باش يحضروا الفلوس. فما فلوس نسيم هنيد أيضا وصلوا ولا لا زاد فاضل؟ فلوس نسيم هنيد ثم معناها شوية أموال دخلت، لكن مازال بقية الأموال مازالت معناها أونكور في الديلي نتاعها. خاطر نعرف اللي واقفة في البنك المركزي حاجة هكا، ما نعرفش الفلوس اللي جاو من أي كافينا معناها. الحقيقة ما عندناش هنا علم إسلام بالموضوع، لكن اللي نعرفوه أنه أي كافينا سبق أنه دفع مع شوية فلوس للنادي الرياضي الصفاقسي، والبقية في الانتظار إن شاء الله معناها في المدة القادمة باش يتم خلاص بقية المستحقات نتاع الفريق من صفقة الانتقال نتاع ناسين. دونك وعدوا الملاعبية بالفلوس، دونك ينجموا اليوم تستأنف التمارين معناها بصفة عادية؟ لا اليوم باش يستأنفوها التمارين، باش يتمرن الفريق حوالي بعد دقائق باش يبدأ معناها تنطلق الحصة التدريبية نتاع اليوم، لكن حسب ما سمعنا أنه اليوم المدرب فوزي البنزرتي ماهوش باش يكون موجود في التمارين، كان استرخص تحدث مع الهيئة المديرة للفريق واسترخص اليوم للغياب، وغدوة الحي إن شاء الله فوزي البنزرتي باش يكون موجود في الحصة التدريبية، لأنه معناها الهيئة المديرة كانت تحدثت معه وقع علامه أنه الأمور معناها في نهاية المطاف معناها دون معناها في الساعات القليلة قبل باش توفى الإشكالية مع اللاعبين. باهي فاضل خلينا نقفل هنا فاضل، إذا كان نعملوا رابط وحوصلة بين فوز البنزرتي، الكلام اللي يتقال على زوفر اللي وصلوه، الكلام اللي يتقال انه متقلق على خاطر ملاعبيته مش خالصين، البارح ايقاف الحصه التدريبيه، اليوم يسترخص باش يكون موجود، شنو نجموا يفهموا منه هذا؟ نجم يكون بوادر قطيعه ولا لاعب بصفه عاديه قاعده تصير الامور؟ اسلام كما قلنا العروض موجوده، الحصه نتاع التدريبيه امس معناها تقصت ما كملتش، معناها تقريبا 20 دقيقه بعد الانطلاق نتاعها تقصت، لكن لهنا بوادر نتاع قطيعه هذه نخليها للوقت، خاطر فوزي معناها وما نتخيلهاش باش تصير، انا شخصيا ما نتخيلش القطيعه باش تصير، خاطر مش شروط نتاع المواصله نتاع فوزي البنزرتي انه يتم خلاص الملاعبيه. فوزي البنزرتي نعرفوه الناس كله، نعرفوا الطبيعه نتاعو معناها مدرب تونسي كبير، ونعرفوه معناها كيفاش يدرب قبل، اذا كان عينه معناها في المغادره نتاع النادي الرياضي الصفاقسي راهو غادر عنده وقت كبير، لكن فوزي البنزرتي خلى هامش للفريق باش يسوي الدوسيات هذه وبعد باش يكمل مع الفريق. نعم اسلام. باهي انت قلت لي ما نتخيلش، نعطيك معلومه ليك انت وحتى للساده المستمعين، ما عرفش انت تعرفها ولا لا، ولد فوزي البنزرتي ايمن البنزرتي اللي هو وكيل اعماله
موجود حاليا في المغرب قاعد يتفاوض مع الوداد البيضاوي. لكن حسب ما تناهل ما سمعنا عنده مدة في المغرب إسلام. معناها في التفاوض مش اليوم ومش من أمس، معناها عنده مدة في المغرب. يا أخي نعرفوا الناصيري وعد الجماهير الودادية معناها بعديد من التغييرات في الفريق. التغييرات هذه باش تشمل المدرب، وكان فوزي البنزرتي نعرفوا اللي تعدى بتجربة ناجحة في الرجاء ولا حتى في الوداد الرياضي المغربي. دونك لهنا معناها الاتصالات مش جديدة، الاتصالات عندها مدة بين أيمن ولد فوزي البنزرتي اللي هو وكيل أعماله وبين الفريق المغربي. لكن لهنا كما قلت لك الساعات القليله القادمه هي اللي باش تحدد معناها الرؤيه في خصوص المدرب فوزي البنزرتي مع نادي الساقسي. لكن لهنا نجم نقولوا احنا اذا كان فوزي البنزرتي رغم معناها الرغبه موجوده نتاع الوداد البيضاوي، اذا كان حب يمشي راهو مشى عنده ايامات اسلام. لكن توا الامور تعقدت شويه في الفريق بحكم تاخر صرف المستحقات نتاع اللاعبيه. حسب ما سمعنا من معناها من مصادر قريبه ومطلعه مع الهيئه المديره قالت لنا اللي الاموال هذه باش يقع صرفها في الساعات القادمه، معناها من هنا جرون ماكس اللي غدوة الحية الصباح باش تكون موجودة. نتخيل إذا كانت صرفت الأموال فوزي البنزرتي باش يرجع يدرب الفريق، على خاطر هذاك هو الإشكال الوحيد اللي خلى معناها حالة التململ موجودة عند المدرب فوزي البنزرتي. اللاعبية تتشكل وديما من غياب المستحقات. هو كان يتحدث مع رئيس فرع قداش من مرة معناها في خصوص المستحقات هذه، والإشكالية هذه حسب ما سمعنا قلت لكم مصادر مطلعة معناها في الفريق باش تكون معناها الأموال في خزينة الملاعبية دي في معناها الساعات القليلة القادمة. اليوم ياخذوا شيكات ولا غدوة؟ قلت لك انا في الفينيش قاعدين تو معناها قاعدين يحكيو معناها حسب ما سمعنا في الفينيش، معناها ينجم يكون اليوم على العشية ينجم يكون غدوة الصباح ان شاء الله. واضح. نرجع للحصة التدريبية إسلام، اليوم كما قلت لك فوزي البنزرتي استرخص اليوم وبإذن الله زوز مساعدين هما اللي باش يشرفوا على الحصة التدريبية أنيس بوجلدان ومعه عماد بن يونس. وثم زاد اجتماع مقرر بين الملاعبية وبين معز المسيري رئيس الفرع. الاجتماع هذا ممكن باش يكون اليوم بعد الحصة التدريبية. نعرفوا أن اللاعبين معناها قاعد معناها مش مرتاحين بسبب تأخر المنح نتاعهم، تأخر الشاري نتاعهم. دونك باش يكون الاجتماع هذا باش يطمنهم رئيس الفرع وباش يحكي معاهم ومعناها باش نقولوا باش يلموا الموضوع مع بعضهم. هذا الاجتماع منتظر اليوم، وكما قلت لك بالنسبه لصرف الاموال باش يتم بين الساعه والاخرى. بالنسبه للمسابقات الافريقيه اسلام، نعرفوا النادي الرياضي الساقسي كان راسل معناها فريق سامحني الرابطه نتاع الكونفدراليه الافريقيه الكرة القدم، وكان بعث ليستة نتاع 23 ملاعبي اللي باش يشاركوا في الدور التمهيدي الاول هذوما. دحمان في حراسة المرمى، دحمان وصبري بن حسين وقعلول محمد هادي قعلول. في الدفاع هاني عمام وعلاء غرام، محمد علي جويني، محمد بن علي، غيث المعروفي، عزمي غومة، حسام الدقدوق ونور الزمان الزموري. في وسط الميدان القروي محمد علي طرابلسي، كريسكو اكو، محمد علي منصر، سكري، عبد الله العامري ومحمد صولا. وفي الهجوم ايمن الحرزي، الحمدوني، حسام بن علي، ايدو وشواط. شهدت قام غياب حمزه الجلاسي يا فاضل. حمزه الجلاسي منتظر انه باش حسب ما سمعنا اخر الاخبار انه باش يقع فسخ العقد مع اللاعب هذا، خاصه انه فوزي المدرب فوزي بنزرتي ما معناه ما خلاش من جمله اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في المباراه رابطه الابطال الافريقيه معناه في الليست افريكان مش موجود حمزه الجلاسي. حسب ما تناهل ما سمعنا انه باش يقع فسخ العقد معه. تفهموا معاه ولا مازال؟ منتظر بين الحين والاخر. تفهموا معاه ولا مازال؟ نورمالمون باش يتفاهموا معاه في الساعات القادمه. اسامي النيجيريين سكري ويدو موجودين في القائمه؟ موجودين سكري وكينغ سلي ويدو. وباه بالنسبه ايضا موجود محمد علي منصور في الشوات، كيف باش يكونوا في مخطط فوزي بنزرتي الموسم القادم؟ موجودين. محمد علي منصر نعرفه ولد الفريق وكان تحول للبحرين في تجربه نتاع اعاره من النادي الرياضي الساقسي، رجع بعد انتهاء عقد الاعاره نتاعه. كيف شوات كان لعب في السعوديه، بعد تالي انتهى معناها انتهت فتره الاعاره نتاعه، كان خرج بموسم اعاره قابل للتجديد. ما تمش تجديد العقد الاعاره بينه وبين الفريق السعودي، دونك اوتوماتيكمون رجع الفريق النادي الرياضي الساقسي، خاصه انه في راس شوات قبل ما يغادر الفريق كان مدد العقد نتاعه مع النادي الرياضي الساقسي ل 2024. العلاقه بين محمد علي منصور وفوز البنزرتي ما كانش ولا بد في الترجي. عندك شي فكره كيفاش الامور بيناتهم توا فاز؟
حاليا في النادي الرياضي الساقسي العلاقة معناها متميزة بين الأطراف الكل، ما فما حتى إشكالية بين حتى ملاعبي والمدرب، ونعرف أنه فوزي بنزرتي معناها مش هكذا المدرب اللي باش يجي كما نقولوا احنا يفتح المشاكل مع ملاعبية، ولا الفيصل بينه وبين ملاعبية متاعه هو الترا محمد علي منصر، معناها عاقد العزم باش يرجع وعاود يظهر اسمه للساحة الأفريقية والساحة الوطنية. وحسب ما سمعنا أنه معناها حتى في الانترمون حريص، رغم لأنه اجرى قبل ايامات عمليه تدخل جراحي طفيف، يعني من اصابه صغيره اجرى عليها تدخل جراحي طفيف، لكن العلاقه معناها لحد الان نجم نقول لك اللي هي عاديه بين المدرب واللاعب. الانتدابات فما جديد، والدليل انه محمد علي منصر متواجد بامر من فوزي البنزرتي في القائمه الافريقيه. فما جديد في الانتدابات فاضل؟ الانتدابات في النادي الرياضي الساقسي، نعرفوا انه فوزي البنزرتي كان خلى بعض المراكز، وكان كلم الهيئة المديرة انه معناها تقوم بعض الانتدابات لسد المراكز هذه، منها مركز ظهير ايسر، منها مركز جناح، منها مركز قلب هجوم، ومنها مركز متوسط ميدان دفاعي وقلب دفاع. تقريبا حاليا يمكن نقولوا انه معناها الاهتمام منصب في المتوسط الميدان وقلب الدفاع الى جانب هاني عمام، معناها الاسماء متكتمه عليها الهيئه المديره نتاع النادي الرياضي الساقسي، لكن ثم اللي نعرفوه انه ثم اتصالات مع بعض اللاعبين الافارقه وبعض اللاعبين خاصه من البطوله الجزائريه. ثم كاميروني في الاختبار؟ لا، حد الان ما فماش. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك فاضل ابو جنيح على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. فاصل موسيقى بعد شويه، باش يكون معنا الجارديان معز حسن في تصريح حصري بعد ما امضى في بريست.